شو بالظاهر غيرتوا رأيكم؟ بشو بالضبط؟ فكرتك البنات هاي انتي؟ فوتي. عملت لك قهوة بإيدي. شكراً، يسلموا إيديكي. بدي اطلع جيب شوية أغراض. بالله؟ بصراحة القهوة حجة، عملتها مشان قلك شغلة. شغلة شو؟ بس بتحلفي لي يمين ما تقولي لي بتسمعي. خوفتيني، قولي. شو هاي؟ مراد بعيد الأم هداني إياها. شو عاجبك؟ ايه كتير عاجبني، موديله بجنن عاجبني. هذا بآخر عيد أم مراد هداني إياها، هو اللي صممه ورفيقه اللي عمل له إياه بالمحل. شو بكي، في شي اللي قلته؟ لا بنوب، بس بجوز دخت شوي لأنه حامل فبجوز دخت. لكن تعي تسطحي. لا أنا خليني روح أتختي. طيب شو مشان الشغلة؟ مو مهم هلأ، انتبهي من الكل انتي لأنه ما بيتأمن لهم كتير.